الرئيس السيسي لما قال ايه؟ عبد الناصر كان محظوظ بالاعلام. ده تنبيه للاعلام يا ناس، من ابريل انتوا عارفين انه في قنوات وفي صحف بدات تطلع، فين المبادره في الاعلام المصري والعربي اللي يهمه هذا الكلام؟ يعني انا لازم كل شويه، يعني الرئيس السيسي يقود الاعلام ويقود التنميه ويروح قناه السويس، اين المبادره؟ الاعلام مشكلتنا ان اعلامنا فقد روح المبادره وبدا يبقى ايه؟ يبقى بيشتغل برد الفعل. فطبعا دي كارثه. ليه؟ في الازمات ما تشتغلش برد الفعل، والا هتاخد كل يوم اشياء وتضطر تدافع وترد وتدافع، واذا استمرت في الدفاع والرد هتفقد مصداقيتك. يعني انا متخيل ان هذه المواقع كانت تقرا ويرد عليها، وفي مواقع اخرى بتبقى جاهزه للرد بشكل غير مباشر، بحيث ان احنا ما يلجاش في الاخر الرئيس الى انه بنفسه يذكر اسماء يذكرها، وبالتالي بصراحه كنت تفضل ان يذكر الرئيس بنفسه تلك الاسماء، ولا كان يكفي ان يقول حرب الجيل الرابعه وهي مفهومه؟ والله في ظل انه الاعلام ترك، يعني بعض وسائل الاعلام عشان نكون دقيقين، ترك المصالح القوميه وتفرغ لصفي ناز واحمد عز وزنا المحارم وجرائم المراه وجعلها الاولويه الاولى، كان لازم يتدخل الرئيس ويذكر الاسماء. لان النهارده في عمليه الهاء للمواطن ببعض القضايا بقصد او بغير قصد لا اعلم، انا بفترض حسن النيه، انا لا اميل لنظريه المؤامره، لكن القضايا القوميه بتختفي. من ضمن مهام الاعلام الرئيسيه دايما، يعني في تعبير يقول لك ايه، يحقق ذا ماكسيمم اوف ذا مينيمم من الاتفاق الجامعي. نعم، لازم الناس تبقى عارفه مين عدوها، بيعمل ايه اهدافه،